الفرحة كبيرة جدا جدا جدا، مفيش كلام. رغم الحقيقة يعني ان خليني اقول لكم انه فرحة النجمة التاسعة لسه يعني ما ضعفتش. جماهير النادي الاهلي يمكن في خلال 8 شهور، لا مش 8 شهور، اقل بشوية من 8 شهور بتحتفل ببطولتين افريقيا، تحديدا 7 شهور و20 يوم، من 27/11/2020 ل 17/7/2021. فترة كانت اكثر من رائعة، استمتعنا فيها بتتويجات وبانتصارات النادي الاهلي في كل البطولات اللي دخلها. مفيش منصه تتويج ما كانش النادي في بطوله شارك النادي الاهلي فيها ما كانش ابطال النادي الاهلي موجودين عليها. خدوا بال حضراتكم، درس كبير جدا جدا بيقدمه النادي الاهلي، لانه البطوله مش بس كوره. الكاس اللي موجود معانا النهارده ومنور شاشه قناه النادي الاهلي مش بس كوره، ده اكيد مش ممكن يكون كوره، ده كوره وجهاز طبي وجهاز فني وجهاز اداري، وراهم مجلس اداره بيدعم في كل صغيره وكبيره، منظومه متكامله، احساس بمجموعه من القيم والمبادئ اللي لابد من توفرها في اي فريق، اولها الاخلاص. اللعيبه دي لازم تكون مخلصه لاسم ناديها، مش ممكن مهما كانت امكانياتهم ومهما كانت مهاراتهم ومهما كانت قدراتهم بدون ما يكون في حاله الحب، حاله الانتماء، حاله الاخلاص، حاله الرغبه في اسعاد الجماهير، ان هم يحققوا بطولتين بالقدر ده وبالحجم ده في خلال زمن قياسي، ومش بس زمن قياسي كمان، لا وكمان واجهتهم في المرحله دي ظروف اكتر من صعبه. تحيه تقدير واحترام واجلال لكل شخص مهما كان دوره صغير او مهما كان دوره كبير، ساهم في تحقيق النجمه العاشره للنادي الاهلي. ومن النهارده اللوجو بتاع النادي الاهلي بيتغير من جديد، ما بيعديش موسم الحقيقه الا ولوجو الاهلي يظهر بشكل مختلف. ده اللوجو من النهارده، ده اللوجو الرسمي للنادي الاهلي، ده شعار النادي الاهلي، نادي القرن الماضي، وان شاء الله باذن الله نادي القرن اللي احنا بنعيشه. 10 نجوم، نجمه 10 بتضاف لشعار النادي الاهلي عشان يكون ملك ملوك افريقيا، سيد اسياد انديه القاره. افريقيا تحت السيطره، دي الجمله اللي بيقولها كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان النهارده.